وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا سعادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. يعني بداية وبعد التحية، عام مضى على السياسة الخارجية المصرية، شهدت يعني نموا وشهدت أيضا علاقات قوية مع الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة بالطبع إلى البعد العربي. كيف تقيم السياسة الخارجية المصرية في عام مضى؟ الحقيقة السياسة الخارجية المصرية لها ثوابت دائمة تمكنها من تحقيق المكاسب والتعامل مع الأوضاع الدولية المضطربة بتوازن، يتيح لها دائما تعزيز علاقات الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق المصالح الوطنية والمساهمة في حل القضايا الحالة على الصعيد الدولي بحكمة وتأني ووفقا لقواعد القانون الدولي واحترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة من حسن الجوار واحترام السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وبالتالي حظيت الدبلوماسية المصرية دوما باحترام إقليمي ودولي مستمر في عالم مضطرب وأحداثه تتوالى لتضغط على الدول سياسيا اقتصاديا وأمنيا، وفي ظل اشتعال العديد من المواقف المتفجرة تحتاج إلى سياسة خارجية مصرية شديدة الرصانة والاحترام، وتتبادل محاولة إيجاد الحلول مع القوى الإقليمية والدولية. ومن ثم كانت الخارجية المصرية دوما سند لسياسة مصر الخارجية، ومارست من خلال العديد من الدبلوماسيات قدرتها على التحرك والتأثير. كنا نتحدث عن دبلوماسية القمة التي يقودها السيد الرئيس بنفسه، أو دبلوماسية وزارة الخارجية، أو الدبلوماسية البرلمانية، أو الدبلوماسية الكلاسيكية التي تقودها بحكمة واتزان لعشرات السنين السياسة الخارجية لوزارة الخارجية المصرية، في تطبيق واضح لمسعى مصري لتحقيق الأمن والاستقرار، ليس فقط لصالح بلادنا ولكن أيضا لصالح الإقليم والقضايا الدولية. ومن ثم كان لكل من يسعى لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم علاقة استراتيجية كما ذكر التقرير، سواء كانت الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو أوروبا. ومن ثم كان لمصر أيضا سياسات واعية، سواء كنا نتحدث عن المنطقة الإقليمية المحيطة من دعم أمن الخليج ومن مسعى لإيجاد حلول، سواء كنا نتحدث عن أمن واستقرار سوريا أو العراق أو اليمن أو لبنان أو شمال إفريقيا بجارتنا الشقيقة ليبيا أو في السودان. تسعى الدبلوماسية المصرية دائما لرأب الصدع بين الأشقاء في تلك المناطق ومحاولة التعاون مع الدول الخارجية ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية كالجامعة العربية لإيجاد حلول لتلك القضايا والمشكلات. ولا ننسى أبدا دور مصر الداعم والمساند دبلوماسيا وسياسيا وأمنيا للقضية الفلسطينية في مسعى مستمر منذ عشرات السنين لإيجاد حل القضية التي نعتبرها دوما قلب القضايا والقضية الأم وهي القضية الفلسطينية. أعتقد أن الدبلوماسية المصرية تتسم بالوعي، بالحكمة، بالاتزان، بالمسعى الصادق لإيجاد مصلحة مشتركة للجميع، ومن ثم كانت صديقا استراتيجيا ودولة محورية تسعى كل الدول لعقد صداقات وعلاقات. ولا ننسى أبدا ما تقدمه الدبلوماسية المصرية ممثلة في دبلوماسيين من جهة لدعم وجود الجاليات المصرية في الخارج ومساعدة أبنائنا للتوطن والاستقرار في بلادهم الجديدة التي لا يمكن أبدا أن تنسيهم الوطن الأم، فتكون هي الجسر الذي يربط المواطن المصري أيا كان موطن قدمه الجديد مع الوطن الأم، وتكون مصر دوما في القلب. إذن الدبلوماسية المصرية هي حركة دؤوبة للحفاظ على المصالح الوطنية، جذب الاستثمارات، تقديم صورة مصر الحضارية والثقافية والسياحية والاقتصادية والاستثمارية النامية، تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، ربط جالياتنا في الخارج بالوطن الأم،
محاولة إيجاد الحلول للقضايا الإقليمية والدولية، التحرك بثبات وفقا لقواعد القانون الدولي. نعم، كيف رأيت سعادة السفير يعني التحديات والأزمات التي تموج بها المنطقة العربية وأيضا العالم، من جائحة كورونا، من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، من الأزمات التي واجهت المنطقة العربية؟ شوفي، أنا هأخذ منهج للإجابة مختلف بعض الشيء. أنا سأتحدث عن التجربة المصرية الداخلية الهامة التي عبر سنوات ثمان سعينا خلالها لإعادة البنى التحتية لوضعها وإقامة المشروعات القومية الكبرى. هذا المشروع الوطني المخلص الذي تسعى من خلاله مصر لتحقيق مصالح شعبها، ينظر أيضا للأمن والاستقرار الإقليمي كأساس لإنجاح التجربة المصرية الناهضة. وفي عالم تعرض لأزمة كورونا، سعت مصر للاستمرار في إنجاح مشروعها الوطني الداخلي، يعني قادت معركة عبور سنة 73 إلى الخارج حتى حققنا النصر، والآن نقود معركة عبور إلى الداخل. وفي هذا السياق لدينا رغبة لتحقيق أمن واستقرار الإقليم، سواء كنا نتحدث عن المنطقة العربية والخليج وشمال إفريقيا، أو في قارتنا الإفريقية العزيزة، أو في منطقة شرق البحر المتوسط، وكلها مناطق تحتاج دبلوماسية من نوع خاص، خاصة مع استمرار القضية الفلسطينية والأوضاع المضطربة في عدد من البلدان العربية، وكذلك الأزمة العالمية التي تسببت فيها جائحة كورونا وما بعدها في الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة لمدة 10 أشهر دون توقف ودون أمل حتى في تحقيق حلا لهذه القضية. حافظت الدبلوماسية المصرية وحافظت مصر وقيادتها السياسية أولا على مشروعها الوطني، مستمر رغم ضغوط الجائحة ورغم ضغوط الحرب الروسية الأوكرانية على اقتصاديات دول العالم الثالث، وتسعى مصر من خلال منظومة العلاقات الدولية وبالطبع تنتج حلولا لمشكلات المنطقة. نعم، وبالطبع أثبتت مصر قدرتها على إدارة هذه الأزمات باقتدار. شكرا جزيلا سعادة السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق.